تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في إيران واتسعت رقعتها ووصلت إلى أكثر من 60 مدينة إيرانية. يأتي هذا فيما قتلت قوات الأمن ما لا يقل على 12 شخصا، بينهم 10 قتلوا أمس الأحد. بينما يطلق العالم الألعاب النارية احتفالا بقدوم السنة الجديدة، تحتفل السلطات الإيرانية بأسلوب مغاير عبر إطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والاعتداء على شعبها الذين خرجوا في احتجاجات ضخمة ضد سياسات بلادهم. وفي مقابل تلك الاحتجاجات لم تعرف السلطات الإيرانية إلا أسلوب القمع والوعيد، حيث هدد الرئيس الإيراني بخطاب له المتظاهرين باتخاذ إجراءات حاسمة، وهو ما أعطى نتائج عكسية لدى المتظاهرين أدت إلى ازدياد وتيرة الاحتجاجات. ويقول مراقبون إن منع بث خطاب حسن روحاني على شاشة التلفزيون الرسمي يدل على تعميق الانقسامات والخلافات على أعلى مستويات أجنحة النظام. وأظهرت مقاطع مصورة تطور حركة وشعارات المظاهرات العارمة، حيث اتجه المتظاهرون في طهران إلى بيت رأس نظام الملالي علي خامنئي قبل أن تمنعهم قوات الأمن من الوصول إليه. كما رفع سقف المطالب، حيث دعا المتظاهرون خامنئي بالرحيل مرددين شعار حان الوقت لترحل. ويندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار وسوء المعيشة والفساد في وقت مزق فيه محتجون في مدينة شيراز صور قاسم سليماني، معبرين عن سخطهم بسبب تدخلات بلادهم في شؤون دول المنطقة. السلطات الإيرانية أعلنت رسميا عن اعتقال أكثر من 370 شخصا خلال الأيام الماضية، في حين يقول ناشطون إن عدد المعتقلين يفوق بشكل كبير ما أعلنه النظام، وفيما باتت حصيلة قتل الاحتجاجات بارتفاع يومي، يواصل النظام الإيراني مسلسل إنكار الواقع واللجوء إلى الحديد والنار في قمع المواطنين. وتفرض السلطات أيضا تعتيما إعلاميا وتمنع وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية أخبار التظاهرات، فيما تتبنى وسائل الإعلام الرسمية رواية السلطة التي تقلل من حجم الاحتجاجات الشعبية. كما حظرت الحكومة الإيرانية تطبيقي التواصل الاجتماعي انستغرام وتليجرام في محاولة لمنع تجمعات جديدة، على الرغم من اتساع رقعتها ووصلت إلى أكثر من 60 مدينة إيرانية. يرى متابعون للشأن الإيراني أن المظاهرات الاحتجاجية الشعبية العارمة في مختلف المدن الإيرانية أتت كرد فعل طبيعي على السياسات التي انتهجها نظام الملالي، والتي أثرت سلبا على حياة الشعب الإيراني وسببت له الويلات قبل أن تضر الشعوب الأخرى في المنطقة. وفي إطار ردود الفعل على ما يجري في إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونواب من الحزب الجمهوري دعمهم الصريح لعشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يحتجون على النخبة الدينية غير المنتخبة في إيران والسياسة الخارجية للبلاد في الشرق الأوسط. فقد علق ترامب على التظاهرات في تغريدة على موقع تويتر بالتأكيد أن الشعب الإيراني فهم أخيرا كيف تسرق ثرواته وتهدر لتنفق على الإرهاب.
كما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته، معربا عن أملها في أن تحترم الحرية وحقوق الإنسان في هذا البلد. أما كندا فقد أعلنت دعمها لمطالب المتظاهرين في إيران، وذلك بعد أن دخلت المظاهرات واسعة النطاق يومها الخامس للاحتجاج على نظام الملالي. وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها إن كندا تراقب عن كثب المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها إيران، وأنها تساند الشعب الإيراني الذي يمارس حقوقه المشروعة، معلنة دعمها ومساندتها لمطالب المحتجين.